لابد من ادراك موسم بالاجنده على فكره يعني. بس الموسم ده هيبقى صعب قوي يا كابتن اسلام. اللي هيصعب الموسم يا كابتن ان الحكايه تبقى اللهوي كله حتى على الله. مش اللهوي. لا كله على الله بس نعمل اللي عليه. طب ما نقول راينا طبعا. لا اتفضل. طريق الحكايه كلها انه النموذج بيقول كل اربع ايام ماتش ممكن يحدث في كل العالم. لو ثبتت كل اربع ايام ماتش ما تقوليش بقى الموسم لازم يطلع يعني اخر يوم فيه يوم 13/6 الساعه 8:30. لا يا عم يطلع 13/7 13/8 اللي جاي تمام كما كل العالم. مش ما فيش حاجه اسمها. لكن انت عشان تسيبني كل الناس زي ما قال الاستاذ محمود عندها اجنده واللي ما عندوش جايب نوته على الاقل وحاطط مواعيده وبرامجه. امال الناس دي جابت مواعيدها منين؟ الكاف جاب مواعيده منين؟ الاتحاد العربي جاب مواعيده منين؟ ما ده الكلمه اللي قالها الاستاذ محمود. لماذا لا يلزم ايضا لماذا لا يلزم ايضا الاتحاد المصري لكن بعداله؟ يعني ايه طبعا. يعني الوقت المتبقي ما بين اللقاءات الدوليه للانديه والمنتخبات يتم تنظيم كل بطولاتنا الكاس والدوري يتم تنظيمهم فيما تبقى من وقت نسميه جزء منه بدايه الموسم وجزء منه نهايه الموسم. بس الموضوع مش محتاج بقى. لكن مش هيبقى فيه فرصه لتليفونات ليليه ولا مجاملات لا خارجية ولا داخلية الحقيقة يعني. وأيضا لا يمكن أن تجامل بالكرة المصرية. وأنا بقول لهم أهو أن بطولة كأس العرب هي بطولة حبية جدا. هي بطولة أقيمت ويعني مصريين في الاتحاد العربي هم من سهلوا الحكاية علشان قطر وهذا حق أصيل أن تنظم بطولة يتجمع فيها أقصى عدد من المنتخبات. عشان كده فيش تصفيات يا جماعة. مش هيبقى فيها محترفين بس. وبالتالي نعم مش هيبقى فيها محترفين. طبعا طبعا طبعا. أنا جاي 12 واحد. أنا جاي لحضرتك بقى. هي معمولة علشان تقيم تجربة كاملة على أرض الشقيقة قطر اللي كلنا عايزينها تنجح عشان الفقاعة عشان إجراءات احترازية. الناس عاملين شغل رائع الحقيقة. طيب أنت بقى رايح علشان تجامل. إذا أنت تجامل زي كده لما بننقط بعض. انت معاك 100 يا عم انا معايا 5 وبالتالي انا اروح باي تيم يا رب يكون تيم يعني ما يسمى بنفس الكلام. طب ما هو نفس الكلام. هو ممكن ياخد حاجه انا جاي ممكن ياخد التيم الاساسي يقول لك استعداد ليوندي بالظبط كده. انا رايح من قطر على لا ما اصل مش هتفرق عارف لا ما هو اصل ممكن دي عشان تجامل ها وتقول انا رايح بمنتخبي. بس اتفضل هو لو اختار ما هيختار منين؟ يختار منين؟ يختار من القوائم. اولا في قائمه انتظار. بص كل حاجه بالنظام تحصل. في قوائم انتظار في الانديه. في لاعبين اوفر ال 25 يمكن لكل نادي انه يقول لك عندي 5 لاعبين اختار منهم تمام عندي 6 لانها فايده ليه برضه. هل ممكن يقبل ما يقبلش ليه المدير الفني؟ ما هو ما حدش بيقول له روح جيب لي كاس العرب وتعالى يعني. في حد بيقول له اعمل حاجه بالعلم اعمل حاجه بنظام. وبعدين ابويا الحاج برضه في نجادة يعني عايزينه ينشط شويه نجيب له عسل وغذاء ملكات النحل ويصحصح معانا شويه. دي افكار جميله عشان يلاقي لنا افكار يا جماعه. بس دي افكار جميله بس الواقع اللي بيقولوا ايه؟ الواقع ايه اللي هيحصل؟ ان انت هتشترك في كاس العرب بالفريق المنتخب الاول. المنتخب الاول لا لان المدير ما فيش عندك مدير فني هيقبل. لا وهي وجهه نظر استاذ محمود اللي هو قبل كاس العالم كاس افريقيا قبل كاس افريقيا مباشره. ممكن انا بقول لك اللي هيحصل. ما انا بقول لحضرتك احنا برضو بنقول على نفسنا ان احنا نحاول ان نشكل راي عام وجزء من ضمير الامه والكلام الكبير كل ده. طب اقول لحضرتك اذا خلينا نشوف الناس هتشارك ازاي. خلينا نشوف المنتخب السعودي هيروح بمين. خلينا نشوف كل المنتخبات اللي عندها. عايز اقول لك حاجه يا استاذ عصام برضو في النقطه دي. اصل النقطه دي بالنسبه لي ما هي واحده. هروح بمنتخب الاول كاملا اوكي. هروح بمنتخب تاني او سميه تالت او سميه زي ما انت عايز. ليه نسميه منتخب مصر من اللاعبين؟ افريقيا بتعمل فيها بطوله محليين. مش قصه مش كده. ان في الاخر ان المجموعه اللي هتتاخد من كل نادي سواء كانت منتخب رصيد سميها زي ما تسميها. اذا صلحت النوايا الفنيه. النوايا الفنيه عشان برضو مش هلهلي. النوايا الفنيه يمكن لكل مدير فني بجلسه مع ابويا الحاج في نجاده انه يقدر يقتطع من ال 30 35 لاعب 5 لاعبين في اقل تقدير يمكن ان يكونوا نواه لمنتخب قد الدنيا.